السلام عليكم. النهاردة هنعمل كروشيه غطاء للدريكسيون بتاع السيارة. هنقيس عرض الدريكسيون وهو عندي طلع 9 سنتي، فانا هعمل سلسلة طولها 9 سنتي، هقيسها بالمسطرة. فانا دلوقتي بشتغل السلسلة، وعلى فكرة هو سهل جدا، كله عبارة عن غبز الحشو. فهسيب أول غبزة وادخل في التانية على طول واشتغل فيها غبزة حشو. لأنها اعتبر اللي أنا سبتها ديت هي غبزة ارتفاع. أول سطر هنعتبره غبز الحشو كله غبز عادية، لكن تاني سطر على طول هنرتفع بغبزة، وبعد كده هنلف الشغل ونشتغل في اللفة الخلفية غبز حشو باللفة الخلفية. انتوا عارفين ان كل غبزة لها لفتين، لفة امامية ولفة خلفية. احنا هنشتغل كل الغطاء ده في اللفة الخلفية. وهنشتغل الطول اللي احنا قسناه. العرض طلع عندي 9 سنتي، لكن الطول بتاع الدريكسيون بتاعي طلع 86 سنتي، فانا هشتغل 86 سنتي. هقعد اشتغل، ولما احس انها طولت اقعد اقيسها بالمزورة او بالسنتي لما اشوفها هتوصل لكام سنتي. يبقى في الاول بنقيس العرض وبنقيس الطول عشان لما نيجي نقفلها تبقى دايرة مظبوطة. دي اخر غرزة في السطر. معلش هو الخيط ساعات بيعاكس. ارتفعنا بغرزة او بسلسلة وبنقلب الشغل، وهنشتغل في اللفة الخلفية مش في اللفتين، اللفة الخلفية فقط. اللفة الخلفية زي ما انتوا شايفين عشان هتطلع بشكلها جميل في الاخر، احسن ما نعمل كله غرز حشو عادية. لا، احنا هنعمل كل الغطاء بغرز حشو في اللفة الخلفية. هو في الأول بيبقى صعب، لكن بعد كده لما بيكبر معانا شوية الشغل وبيطول بيبدأ تلاقيه سهل وجميل. هو دلوقتي لأنه لسه في أول سطر أو تاني سطر فبيبقى الشغل معاكس شوية. قربنا من نهاية السطر كده. زي ما قلت لكم احنا بناخد في الغرزة غرز حشو في اللفة الخلفية.
اتفقنا سلسلة، وهنضيف الشغل وهنبدأ نشتغل تاني نفس الحكاية. هنشتغل كده لحد ما نوصل، زي ما انا قلت، انا بالنسبة لي هوصل ل86 سنتي. ودي قدامكو كده الشغل كده خلص. الطول 100، الطول 86 سنتي، والعرض 9 سنتي. هبدأ كده، خلصت الطول اللي انا عايزاه، هبدأ اقفلها من الناحيتين عشان تبقى دائرية. هقفلها بجبز الحشو كلها زي ما انتوا شايفين. هقفلها بجبز الحشو اتمنى طبعا تجربوها، هتلاقوها سهله وشغلها سهل. كده قفلتها، بس همشي على الحرف بتاعها كله بالابيض، هشتغله بالابيض عشان يبقى شكله جميل. هنا هشتغل بالابيض في الحرف بتاعها كله دائري من ناحيتين، غرز حشو، غرزتين حشو في كل غرزه، غرزتين حشو في كل غرزه. وهشتغل كده لحد ما اخلص الحواف بتاعتها دائرية كلها، بحيث انها تبقى من الناحيتين مشغولة بالابيض. هنا خلص وركبته على الإطار بتاع الغطاء بتاع الدريكسيون في البيت، بحيث ان اشوفه واشوف المقاس، لقيته مظبوط، لقيته طلع شكله جميل. وهنا ركبته على دريكسيون السيارة زي ما انتم شايفين، شكله هيعجبكم ان شاء الله، واتمنى انه يعجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك في القناة، واتمنى ان